إذا كف عن الغيبة، لا تتناول الناس بالغيبة. يقال إيه ما هذا بده يسهر سهرة طويلة، ما يجيب ستلان أبدا إنه هذا قال عنه كذا غيبة، قصير غيبة، طويل غيبة، قنبازه ضيق غيبة، قنبازه طويل غيبة، كذا كذا داره غيبة. قال إيه ما نحكي طاول خلاص؟ يقول له لا احكي، لكن ليش يكون حكيك في فلان وعلان أنت؟ وليش انت تحكي عفلان انه طويل واصيل؟ ما في محاسن بفلان، هو رجال طيب، رجال مصلي، رجال بزكي، رجال حجي، رجال والله معاملته حسنة، ما له محاسن ابدا يعني، ما في هالشيء هذا. ليش تتناول السيئات انت؟ ثم اشرف الناس انت يا انسان، مشارك انت والناس، اشرف الناس. بل لما تذكر الناس ما ضر، تذكر سيد الصالحين وترضى عن اهل الله وهكذا، واذكر رب العالمين بالتسبيح، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة القرآن، بما يقربك إلى الله. ليش تضيع عمرك يا إنسان فلان وعلان؟ ليش يعني؟ بدأ تحكي لابد، ولكن فيما ينفعك يا إنسان. فالغيبة أمرها خطير، وأعظم شيء تأكل من حسناتك، وأعظم من هذا تنحت من إيمانك، وأعظم من هذا تبعدك عن ربك، تبعدك عن ربك. فلما الإنسان بيسلط لسانه على عباد الله، الله سبحانه وتعالى بيبعد عنه، الله بيبعد عنه. وهكذا كل هيلا للملائكة، هذا مشغول في عبادة، ركوب مشغول عني في عبادة، بيكون شغل عنه مشان ما يقربوا له، شغله في عبادة، نسأل الله العافية. هذا دليل البعد والحجاب عن الله. يا إنسان أكثر من ذكر الله، وأكثر من الصلاة على رسول الله، وأكثر من سيرة أولياء الله الصالحين، وترضى عنهم، واذكر محاسنهم، وهكذا. وإياك أن تحمل غلا على رجل صالح، أو غلا على رجل عالم، أو حقنا على رجل مسلم، فهذه كلها صفات ذميمة، حاول أن تزيلها من نفسك وتطهر قلبك منها، لأنها خطيرة.